مخاطر السلاح محمد اللي هي تنظيف السلاح. نسمع قصص كثيرة انه كان ينظف السلاح ونزل الطلقة في حد من أقرباء، حد من أخوه، حد أطفال في البيت. قصص هذه تنظيف السلاح خطيرة جدا. وأيضا إلى الراجع مع العراس والزواج والضرب في الهواء الطلق. طيب في مخاطر، في مخاطر كثيره بنضيفها، بس بجيب لكم نص يعني ينص القانون اليمني في مادته التاسعه من قانون تنظيم حمل الاسلحه انه يحق لموظف لمواطني الجمهوريه حيازه البنادق والمسدسات لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيره لغرض الدفاع الشخصي عن النفس، لغرض الدفاع الشخصي عن النفس. كنت بقول هذا النص. نعم. يعني شوف انا يعني علشان ما ندخل انا ومعتصم، هو اساسا يعني من المنطقي يعني حمل السلاح نحن نقصد فيه موضوع الدفاع عن النفس، هذا اساسا حتى في الدين مفروع عن يعني أكرار. اذا ما كان بالسلاح بالسيف الواحد اللي يدافع عن نفسه، لكن نحن نقصد بحمل السلاح عن النفس في الاماكن العامه في المظهر العام. اضافه الى مخاطر السلاح، نحن لو تلاحظ حتى في كثير من القصص تحصل واحد حامل سلاحه تخالف مع واحد لحظه طبقه لا وطلع سلاحه، نعم في لحظه فيما بعد يندم او انا كيف وصار يلا يدخل في سالفه ثانيه. فممكن من مخاطر السلاح او حمل السلاح نفسه هو لحظه الغضب نفسها، الواحد ما يقدر يتحكم في نفسه حتى على طاري لحظه الغضب. حتى محمد لو قطعتك، في بعض الاوقات تكون منظر غير حضاري حمل السلاح، مثلا في المساجد في المدارس، يعني انت جاي مثلا مدرسه ليش حامل سلاحك فوق ظهرك؟ منظر غير حضاري بوجهه نظري. على طاري الغضب لو قطعتك، موضوع في واحد من الشباب قال مره من المرات حمدت الله ان السلاح حقي في البيت بعد ما هداه هذا. قلت له ليش؟ قال دخلنا انا واحد في تاتش كذا وفجاه قال ادور السلاح، اشتي خبط شوف العقليه يعني، وقال الحمد لله اني ما اخذته معي. بعدين حس. والكثير من القصص كنت اللي بعرج ان نقطه لما تكون ليش نحن نقول ان حمل السلاح في كل الاماكن غلط، ان الانسان ما يعرف في اي وقت وصلت لحاله الغضب، وفي اي حال في اي وقت يعني وصلت لدرجه انا مزاجي يتعكر ولازم اني اسوي اللي في بالي. هل الانسان النقطه الفاصله، هل الانسان يقدر انه يتحكم في نفسه في لحظه الغضب؟ هنا السؤال المهم. انا في الاجابه لا لك. انا اتوقع من وجهه نظري الشخصيه تتفقوا معي وتختلفوا، انا اتوقع اليوم حمل السلاح المفروض ما يكون في حتى في المناسبات، مش حمل سلاح، حمل سلاح يكون للاجهزه الامنيه اللي في المحافظه فقط، يعني خاصه في اليوم في يعني في نكون صريحين، هذا الامر بغض النظر عن صعوبتها عن وجودها او عدمها او امكانيه حدوثها او لا، لكن اليوم اللي يعني القصص اللي تسمع حقيقي واحد طيب صحيح هو القصص مأساوية يعني. حمل السلاح بشكل عام شيء خطير بصراحه يعني سلبيته. بس نتكلم عن مجتمع فيه العرف هذه. طيب خلينا نسمع نقطه يوسف هذه ونروح الفاصل. نتكلم على الراجع، بصراحه تحدث قصص كثيره من الراجع خصوصا في المناطق المنخفضه في مديريه الغيضه وخارج الغيضه. يعني كل شوي قبل فتره شفت فيديو والله الطفل صغير في مستشفى الغيضه، في مستشفى الغيضه والله يا جماعه الخير ان كلبي تقطع عليه اللي جت في راجع رصاص جتها من هنا من فوق أيه. وخرجت من هنا. سلامات يا جماعه، راعوا الناس، شوف الناس والله ايش ذنبه يعني طفل ايش ذنبه يعني. في قصص ماساويه غير الطفل هذا، في قصص يعني ما تدري ليش وكلها ليش يا هدي